أعادت قصة الشرطي السوداني نزار النعيم والذي وافته المنية في القاهرة أوائل نوفمبر الجاري، وبينما رفضت مصر أن تكون لوفاة النعيم أي خلفيات وراء الشأن السوداني الداخلي وأن وفاته كانت لأسباب صحية، لا زالت أسرته تشكك في رواية وفاته بالتهاب رئوي حاد. القضية وتطوراتها في التقرير التالي. غموض ما يزال يلف قضية الشرطي السوداني نزار النعيم الذي وافته المنية في القاهرة أوائل نوفمبر تشرين الثاني الجاري. قالت القاهرة عبر وثيقة الوفاة التي أخرجتها إن النعيم توفي إثر إصابته بالتهاب رئوي، لكن أسرة الفقيد لا تزال تشكك في هذه الرواية، قائلة إن ابنها قضى نحبه بطريق غير طبيعي. يعني أنا بؤكد أخته إنه مرق في أطب الصحة والعافية، وأشهد الله وأنا أخته الكبيرة مرق من البيت ده مسافر على مصر إنه في أطب الصحة والعافية، وإنه أخوي مات مسموم. هذه وقفة احتجاجية نظمتها الأسرة قبل أيام أمام مكتب النائب العام في الخرطوم، تطالب بكشف تقرير الطب الشرعي بشأن وفاة النعيم. يرد النائب العام بأن التقرير ليس جاهزا بعد. دم نزار النعيم نحن منتابع هذا الأمر متابعة لصيغة على أعلى المستويات برئاسة السيد النائب العام منذ بصول الجسمان. تم تشكيل لجان فيها كل السادة وكلاء النيابة اللصيغين بهذا الأمر. الآن أخذت عينة وهي في المعمل الجنائي، الناس منتظر النتيجة. 20 يوما بل يزيد مرت الآن على وفاة الشرطي نزار النعيم، والشكوك بشأن وفاته لم تنتهي بعد. فقضية استهداف النعيم من قبل جهات داخلية في السودان ليست موضع شك، تقول أسرته، مدللة على ذلك بموقفه الرافض لفض اعتصام القيادة العامة واستقالته من الخدمة على أثر ذلك. تزداد شكوك الأسرة بما نشر من تسريبات صوتية للفقيد يؤكد فيها امتلاكه ملفات مهمة تدين ضباطا كبارا تورطوا في قمع الثورة التي انطلقت في السودان في ديسمبر العام الماضي. يعني خلاف كل المظاهرين أنا عندي معلومات شخصية بتثبت وبتورط ناس معينين، فبعد ذلك قاموا هم خافوا على نفسهم وعملوا لي محكمة عسكرية. وصحيح أن الحكومة السودانية شكلت لجنة لتقصي الحقائق بشأن مقتل النعيم، لكنها لم تصدر تقريرها بعد. وفي نفس السياق، كانت أسرة الشرطي السوداني نزار النعيم قد خصت الجزيرة مباشر بتسجيل صوتي عبر تطبيق واتساب من هاتفه، يوضح فيه الفقيد اعتزامه السفر إلى مصر لخشيته الشديدة على حياته ومخاوفه من محاولات تصفيته من جهات وصفها بالخطيرة، على خلفية امتلاكه معلومات قال إنها تدين مسؤولين أمنيين في أحداث فض اعتصام القيادة العامة السودانية بالخرطوم. فلنشاهد ونستمع. كيف يا خال؟ أخبارك؟ والله تمام الحمد لله. ما بتقصر. طبعا الليلة المحكمة جو غيروا القاضي، جابوا زول كوز كبير، دقنه كبير، يا زول داير يضيعني كله. وطرد المحامين وطرد الأسرة بتاعت الزول المتهم، وعمل يا زول شفت مشكلة كبيرة جدا، ويعني ده ظاهر شغل بتاع كيزان. فيعني من الأول كده هسه أنا قلت غايته عشان ما تلتي للناس، وأنا هن دول كلهم بيقوموا ما بيسمعوا الكلام، زادوا بيقوموا من الـ11 ومن الرابعة ومن الـ5 ومن العباسية، الناس دي كلها تجي هناك على السوار والمواكب هنا، ده عذاب سيء. فده شغل بتاع كيزان، انا الشغل ده عشان اقدر اعالجه انا اسافر، وما في ذول يمشي المحكمه دي ثاني، ولا انا شغال بمحكمتهم. اشيل الاوراقي اللي بتثبت في الجرايد العناوين بارزه، يعني انا بقي 4 5 يوم عنوان بارز في الجريده بالخط العريض كده، وده هنا على الاوراق اللي عندي على المواكب اللي احنا صورناها، على الشغل المدور في الميديا انا ذاتي بعمل له سكرين شوت، يعني الحاجات دي كلها دي ما يعني ما بتقبل انه ذاته انه زول لو مشى اي سفاره ممكن يقبلوه يعني. فحقوم يعني بس استغل الحاجه دي سريع، ما اقعد اعذب الناس والاهل ويجروا في المحاكم ويجروا في حاجات هي حاجات واهيه، انا استفيد منها، انا اكون ناس شطار واطلع انا امشي
على الغاهر يعني ما قصرت معي والله، نحن ما دارين نعصر عليك يا خالي، انت ما قصرت معنا والله، نحن من صغار والله اي حاجه والله العظيم يعني ما عارفين نشكرك كيف، لكن غايته يعني ما في النهايه اتخالنا، فالمهم يعني تشكر كثير، وانا هحاول اطلع وبعد ذاك يعني اشوف اللي بيحصل شنو، لانه الموضوع ذاته بقى موضوع كبير وبمستوى السودان، وممكن تكون فيه توصيه والنازل يعني ناس خطرين يعني، فانا ذاتي حفاظا على حياتي شويه كده اطلع واشوف، ممكن ربنا يكون مسهل لي فيها حاجه لقدام يعني، لانه هي ما سقطت الشغله دي، التغيير والحياه اللي بيقولها دي ما حصل. كما ظهر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أسرة نزار النعيم صحته، يتحدث فيه بوضوح عن امتلاكه وثائق ومعلومات تدين قيادات أمنية، وعن تعرضه لمحاولة اغتيال باءت بالفشل ومخاوفه الشديدة على حياته. فلنستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرطي نزار النعيم فرج الله من أبناء العباسية أم درمان، تابع لشرطة المباحث والتحقيقات الجنائية. نحن طبعا لما جينا وجندنا في الشرطة دي وحلفنا القسم لحماية الوطن والمواطن، فبعد قيام ثورة ديسمبر الناس ديل طلبوا مننا اننا نحن نقمع المواطنين وندق الناس ونضرب زخيرة وكده، فرفضنا واتحبسنا كم يوم وزغنا من الحبس ذاته يعني، بعد فكونا اساس انه نحن وقفنا مع السوار وبقينا في كل المواكب وفي كل المظاهرات، اتغيبت 3 شهور حتى سقوط دولة الظلم والاستبداد اللي هي نحن اصلا ما رايديننا وما دايرين مع اي موضوع، فاصلا نحن جابتنا الشرطه دي معايش يعني ما عندنا شغل خلاف الشرطه دي. فبعد ذاك قاموا رجعنا بقرار البرهان انه نحن اي زول كان وقف مع سوار وانه اتفصل يرجع، رجعته. لما جاء فضل الاعتصام، في فضل الاعتصام كان عنده راي ثاني برضه، تمردت على الشرطه ثاني وعلى الجهات اللي هي عملت فضل الاعتصام ده، وبالإضافة لأنه خشيت مع احتكاك في مع ضباط هم من الدولة العميقة وهم عارفين تماما أنه أنا من السوار يعني ما محسوب على الشرطة، وعندي دلائل أيام أنه أنا في المواكب يعني، أنا واحد من الناس المتظاهرين اللي كنت عارف أنه البوكسي ده راكب فيه منه والبوكسي راكب فيه منه والضرب الطلقة منه والجارب البوكسي ده منه يعني، خلاف كل المتظاهرين أنا عندي معلومات شخصية بتثبت وبتورط ناس معينين. فبعد ذلك قاموا هم خافوا على نفسهم وعملوا لي محكمة عسكرية، فحاولوا انه المحكمة العسكرية دي انه في الظلام كده يعني الدولة العميقة تحت انه يحكموني بالحكم العسكري، يدوني سنة يدوني اعدام يعملوا لي كده ويتخارجوا مني، بس انه هم ما يتورطوا وتيجوا في الدولة الجديدة دي شكلي هم ناس نضاف. فانا كشفت الحتة دي، والحته دي سببت مشاكل كبيره جدا لضباط كبار جدا موجودين في الدوله، زي ما واحد بعلق في الفيس المنشور بتاعي بيقول هو جندي وعنده ملفات وعنده دوسيهات بتثبت تورط ضباط، الجندي هو ما جوه موجود وعارف الاسرار الحاصله. وينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعيه او تنضم الينا عبر الاقمار الاصطناعيه من الخرطوم السيده ريم النعيم شقيقه الشرطي السوداني المتوفى في القاهره نزار النعيم. احييك سيده ريم، ونشير إلى أننا تواصلنا مع النيابة العامة في السودان، وقال النائب العام السوداني مولانا تاج السر علي الحبر للجزيرة مباشر إن الإجراءات تحت التحري ولا يمكن تناولها إعلاميا لحين الانتهاء من التحريات. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم العميد عمر عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية. أحييك سيادة العميد، وأستأذنك أن أبدأ مع السيدة ريم النعيم. منذ بداية الأمر سيدة ريم اتهمتم أن هناك من يقف وراء وفاة نزار، وأن نزار قتل ولم يمت بشكل طبيعي كما قال أو كما قالت شهادة الوفاة الصادرة في مصر، فهل الآن بعد مرور كل هذه الأيام لازلتم عند رأيكم أن نزار قتل ولم يمت ميتة طبيعية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أترحم على روح أخوي الشهيد نزار وكل شهداء الثورة المجيدة. نحن نصر على أن نزار قتل مسموما،
كل الملابسات اللي كانت بتدور حول نزار، التهديدات ومداهمات في المنزل، اتصالات بالتلفون، التسجيلات بتاعته كلها بتدل على انه نزار كان مطارد، وتمت عليه انتهاكات من قبل ضباط من الشرطه. نزار عملت له محاكمات، نزار السجن، نزار توقف مرتبه من قبل ضباط في الشرطه، وهذه الانتهاكات لم يجري فيها اي تحقيق. السيد وزير الداخلية، البيان الذي خرج من وزارة الداخلية لم يرد على أسرتنا، لم يرد على أم الشهيد، لم يرد على أطفاله الأربعة. نزار تعرض لمحاكمات وسجون، هذه عقوبة، فهل كان نزار مخطئا؟ أم الشهيد تتساءل، وقوف ابنها في 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 منتصف الرصاص الحي في الغاز المسيل للدموع، هل كان خطأ؟ طيب سيدة ريم، إن العقوبة تكون للإنسان المخطئ. سيدة ريم، أنتم هل لديكم معلومات من يقف، أنتم تدعون قتل نزار وليس موته بشكل طبيعي، من يقف وراء عملية القتل؟ هل لديكم معلومات في هذا السياق؟ نزار أدلى في ناشد على مر الأيام قبل موته، شهرين قبل موته، ناشد كل القوة الموجودة في الحكومة حمايته، وأنا ناشدت السيد رئيس الوزراء في مواقع التواصل الاجتماعي بحمايتنا وحماية أسرتنا. لم يجد من يقف معه. قوة التغيير، الحرية والتغيير، تجمع المهنيين، نزار كان خلفكم، كان خلف ظهركم حتى وصولكم، حتى انتصار الثورة، حتى وصولكم إلى هذه المناصب. كان في الرصاص، كان في الغاز المسيل، كان في الشمس الحارقة، لماذا تركتم ظهره كاشفا وهو استجار بكم؟ سيدة ريم، شهادة الوفاة التي خرجت من مصر قالت أن نزار مات بشكل طبيعي نتيجة التهاب رئوي حاد ولم يمت مسموما، إيه رأيك؟ لدينا كثير من الأطباء في أسرتنا وتم رفض هذا قطعا. مستشفى جامعة القاهرة التي ذهب إليها نزار كان يعاني، يرشح دم من فمه ولا يستطيع المشي، أعطوه دواء يوقف النزيف ومسكن للألم وأرسلوه ليموت بعد ساعات. من يعاني من الالتهاب الرئوي تجرى له عدة فحوصات، تجرى له عدة اختبارات، يوضع تحت التنفس الصناعي. كيف يعطى مضاد النزيف كأول دواء للالتهاب الرئوي ويرسل إلى منزله؟ طيب. وقد علمنا من زوجته أن الطبيب قال إنه يعاني من نزيف في الرئة. الطبيب المصري قال إنه يعاني من نزيف في الرئة. طيب ابقي معي سيدة ريم، سأعود إليك بالتأكيد، سأعود إليك حتى لا نطيل على سيادة العميد. سيادة العميد عمر عبد الماجد متحدث باسم الشرطة السودانية، ما رأيك في ما ذكرته ريم وأسرة نزار من أن نزار قتل ولم يمت بشكل طبيعي؟ هل لديكم رواية مختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة، لاستكمال الصورة في البدء نترحم على روح الفقيد الشرطي السابق نزار النعيم، وهو رجل شرطة سابق أمضى سنوات في خدمة الشرطة وأبلى بلاء حسنا وتوفي خارج البلاد بعد أن تم فصله من قوات الشرطة. حقيقة فيما يتعلق بالتعليق على كل ما ورد في هذه الحلقة، نحن نؤكد على أن كل هذه المسائل متعلقة بوفاة نزار هي مسائل غيد التحقيق الآن بلجنة موقرة من السيد رئيس مجلس الوزراء وتجري أعمالها، وبالتالي أعتقد أنه من الأجدى أن نستبين ما تخرج إليه اللجنة، ومن ثم يمكن أن نعاقب على هكذا أقوال. نعم. طيب سيادة العميد، أنتم قمتم بمحاكمة نزار النعيم قبل وفاته، على أي شيء نزار كان يحاكم سيادة العميد؟
نعم حقيقة أصدرنا بيان بتاريخ 8 نوفمبر أوضحنا في هذا البيان أن هذا الشرطي الفقيد نزار عليه رحمة الله قمنا بواجب العزاء في البيان وتعزية أسرته وزملائه وزويه وأهلي، ومن ثم أوضحنا أن المسكون الفقيد التحق بقوات الشرطة في العام 2016 وعمل في الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في قسم المباحث الفيدرالية في قسم الميدان، وغاب من العمل بتاريخ 16 يونيو في 2019 وخضع لمحكمة شرطة بموجب المادة 63 من قانون الشرطة التي تحاكم أفراد الشرطة في حالة الغياب من العمل بموجب قانون الشرطة، وشكلت له محكمة وحكم غيابيا لعدم مسؤوله في المحكمة ورغب بالفصل من الخدمة. هذه هي تداعيات وظروف ما تم في محكمة الفقيد نزار. طيب هو كان له مبرر قبل أن يتوفى رحمة الله عليه أنه كان رافضا لسلوك سواء سلوك من الشرطة أو حتى من قوات غير شرطية فيما يخص التعامل مع المتظاهرين أنذاك، وفض اعتصام القيادة العامة، وأن لديه من المعلومات والتسجيلات ما يؤكد ضلوع جهات ما في قتل المتظاهرين. ما رأيك في هذا الكلام سيادة العميد؟ نعم حقيقة يعني هذا الكلام لا يمكن أن نعقب عليه باعتبار أن هذا الشخص والآن في ذمة الله وهو ليس شخص يعني يمكن محاورته، وفي مسائل أيضا تخضع سواء كان التحقيق الجاري في مسائل الاحتصام أو أي أدلة تقدم لهذه اللجان الموقرة وفيما يتعلق بوفاته وأسباب وفاته. نحن كما أسلفت أوضحنا في بيان محدد بعد التعازي بأسرته أن صلة الفقيد بالشرطة، ونحن لا نزال نعتبر أن نزار رجل من رجال الشرطة السابقين أبلى بلاء حسنا، ومسألة مواقفه وما إلى ذلك هي مسائل الآن لا يمكن الخوض فيها باعتبار أن الرجل في ذمة الله ولا لا مجال للأخذ والرد في هذا الموضوع. يعني طبعا هو في الأسرة بتتحدث عن شبهة قتل الرجل، ولذلك يجب أن يتم الحديث في هذا الأمر. هل أبلغكم نزار أنه تعرض لأي تهديدات فيما يخص حياتي بشكل أو بآخر بسبب ما تحدث به عن وجود تسجيلات وما إلى ذلك فيما يخص فض الاعتصام؟ هل تحدث إليكم في هذا الأمر سيادة العميد أم لا؟ نحن نحترم حقيقة شعور ومشاعر الأسرة احتراما كبيرا، وأعتقد أن الدولة في أعلى مستوياتها قد كرمت الأسرة بلجنة رفيعة تعلمونها مكونة من وزارة الصحة ووزارة الخارجية والوزير العدل أو ممثل وزير العدل، وهذه لجنة رفيعة بالتأكيد لديها تخصصاتها وقادرة على كشف الحقائق في وقت معين بعد النهوض من إجراءاتها. بالتالي هذه المسائل كلها يمكن أن ترد بعد ذلك في قصة مثلا توجيه الاتهامات أو تحديد أشخاص بعينهم أو جهات، لكن فيما يتعلق ب نقله لتهديدات معينة هو حكم غيابيا حقيقة ولم يحضر المحاكمة، وهذه إجراءات تمت بموجب قانون الشرطة وفي الإطار تحدث بشكل متواصل. كل الأشخاص الذين يغيبون عن العمل تم محاكمتهم في سواء كان غيابيا أو حضوريا. سيادة العميد يعني أرجو أن تبقى معنا، أنا أعلم أنني أطلت عليك، لكن سيدة ريم لماذا لا تنتظروا نتائج التحقيقات من قبل اللجنة التي شكلت من رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك؟ سيدي لدينا ملابسات نزار، المحاكمات كانت آخر ما تم لنزار. نزار تم سجنه 23 يوم قبل المحاكمة ولفترات كانت 23 يوم أطولة. نزار تم إيقاف مرتبه. نزار يوجد ضابط يقول له يا أنا يا أنت. من هذا الضابط سيدة ريم؟ كل هذه التهديدات بمعنى يا أنا يا أنت في المباحث. هل تعلمي اسم هذا الضابط؟ الأسماء تحت التحقيق لكن أعلمه جيدا والكل يعلمه ويعلم مواقفه مع نزار. تمت مداهمة أسرتنا قبل المحاكمة، تمت مداهمة بيتنا في حي العباسية في بلاغ مفتوح في القسم الأوسط بعدد 10 عربات غير معروفة، وتمت مداهمة ثانية، وتمت محاولة اغتياله في الحارة الخامسة بمنزلي عندما كان مختبئا. المحاكمات آخر ما تم،
وهناك خطأ كبير في بيان وزارة الداخلية. كانت آخر محاكمة يوم 27/10، وذكر أن المحاكمة يوم 30/10 بحضور المحامي. من هو هذا المحامي؟ لم يحضر أي محامي جلسة نظر. تم طردنا جميعا من الجلسة يوم 27 وغفل المحضر على ذلك. فمن أين جاءت يوم 30؟ لماذا لم يأتينا ممثل للعزاء في المنزل من وزارة الداخلية؟ طيب سيدة ريم، جاء كل أطياف السودان للعزاء. يا سيدة ريم، أنت قلت أن هناك قوات حاولت أكثر من مرة أو اقتحمت بيت نظار وبيتك أنت شخصيا. من أين أتت هذه القوات؟ يعني هي قوات شرطة ولا جيش ولا دعم سريع؟ قوات بعربات من غير أرغام. تم فتح بلاغات من حي العباسية وتسيير موكب إلى القسم الأوسط بمدرمان وفتح بلاغ. طيب وكانوا يبحثون عن نزار. يا سيادة العميد، هل فعلا وصلتكم فيما بلاغات فيما يخص محاولة اقتحام بيت نزار النعيم، محاولة القبض عليه أو قتله من قبل قوات غير معلومة الهوية يعني؟ سيدي، هذه ليست لدينا معلومات بهذه، ولكن أنا أعتقد كل هذه المعلومات مع تقديرنا واحترامنا لها هي تكون مفيدة للغاية للجنة التحقيق المنعقدة. هي ليست الآن محل جدال. أنا كما ذكرت لك أقدر مشاعر الأسرة. الأسرة لديها فقيد، ونحن نعتبر أنفسنا امتداد لأسرته، لأنه نزار شرطي سابق، وتم حتى البيان بدأ بديباجة للتعزية، وكان زملاء الفقيد ينتمي إلى دفعة في الشرطة كانت متواجدة بشكل مستمر في العزاء. لكن أنا أعتقد أنه من غير المجدي أن ندخل في مساجلات مع أسرة الفقيد في هذه المشاعر، ونترك المسألة للجنة التحقيق التي كفيلة بإحقاق الحق. نحن أيضا نسعى إذا كانت هناك أي شبهة. نزار شرطي سابق، نعم، لكنه يحتفظ بلقب شرطي، نسأل له الله الرحمة. ولكن كل هذه الإفادات التي ذكرت وكل هذه المستندات يمكن أن تكون مفيدة للغاية لأن تقدم للجنة التحقيق التي لا نريد الخوض في أي شكل من أشكال التأثير عليها. سيادة العميد عمر عبد الماجد، المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم. سيدة ريم، أنا أريد منك تعليق أخير أو كلمة أخيرة تقوليها فيما نتحدث فيه قبل أن نختتم هذا اللقاء. ماذا تقولين؟ إلى السيد رئيس الوزراء، إن أول ما يغاضي به الله سبحانه وتعالى هو الدماء يوم القيامة. لن يبنى هذا الوطن على دماء الشهداء. قدمت الأسر السودانية خير ما عندها. دماء غالي علينا، دم نزار غالي علينا. يجب أن يكون مستقبل السودان بحجم هذه التضحيات. يجب أن يؤخذ هذا. من قتل نزار وقتل الشهداء ليس عدوا من الخارج أو مستعمر، إنه بيننا في هذا السودان. لا. نطالب بالقصاص وحق الشهداء. أشكرك شكرا جزيلا. السيدة ريم النعيم، شقيقة الشرطي السوداني المتوفى في القاهرة نزار النعيم، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم. المسائية مستمرة مشاهدينا الكرام، وبعد قليل باقي فقراتنا. وفيها المنتخب الكويتي يهزم المنتخب السعودي 3 أهداف مقابل هدف، والتعادل السلبي يحسم مواجهة